تاكس. مرحبا يا اخ. نعم. ايه شوفي ليش عم بتطلع فيه هيك غريب؟ بنت بتسوق تاكسي. شو الغريب فيها؟ هالشي ما تعودنا عليه. اذا غريب اذا كنت فاضي لا وراك شغله ولا عامله. انا مو فاضي تلك. بس انا فاضي ومشغول. هلا لضيق الخلق اذا بتريد. يا ستي انا عندي مشوار ضروري، بتحبي توصليني؟ لكن انا شو شغلتي؟ كتير منيح. بس اذا كان طريقك عن غير طريقي فضل تاخذ تاكسي تاني. انت طريقك لفين؟ على الميريديان. وانا كمان على الميريديان. والله يا ستي حلوه. شو بلشنا ناخذ ونعطي؟ مو انت السياره انها حلوه وظريفه ولونها اصفر. على مهلي. غريب اسم عيلتك بيشبه اسم عيلتنا. بجوز صدفة. بجوز تكوني تقربينا قرابة بعيدة. مين عميد اسرتكن؟ يا مدام انا من عائلة شعبية وكل هالتقاليد الاسروية بيشغلنا عنها كيف نكسب عيشنا بشرف. يعني؟ اذا بدك الجواب بالنسبة لي انا هو بابا الله يرحمه. شو كان يشتغل؟ سائق. وهو علمني على السواقة وما حرمني من الدراسة. أنا وشهينا سعادة فيك، وخاصة وقت صاحب المكتب قالنا إنه شفورة بنت. شكرا. وإمتى بتحبي مباشر العمل؟ من اليوم. وأنا رح أعمل كل الترتيبات مشان أحجز لي غرفة بالأوتيل هون. تحجزي لي غرفة؟ بس أنا عندي بيت. ما بيمنع، بجوز أحتاجك بالليل، شو رأيك؟ لازم آخذ إذن من ماما بالأول. تفضل. الله معك، مبروك. يبارك فيكي، شكرا. مع السلامة. شو رأيك فيها؟ مبين عليها ظريفة. ست غنية جاية على سوريا تقضي لها كم يوم هي وبنتها، وهي مقيمة باليونان. يعني ما رح نخلص من هالشغلة بقى. والله صرت مضحكة بين الجيران لك بنتي. يا ماما اللي بده يضحك بيضحك على حاله. بكفي دخلي أحسن من دخلهم كلهم. بنفس الوقت عم بثبت لهم انه البنت مو عاجزه عن اي عمل. صح يا ام النور؟ نور. أنا آسفة لأني قعدت ورا. بتعرفي ماما ما بتحب أقعد قدام. نوع من الأرستقراطية ما هيك؟ ماما بتحب تحافظ عليك مظاهر. يعني ما سألتيني ليش نحن بسوريا؟ رغم إني أنثى بس مو كتير فضولية. مو كتير؟ يعني ما عندك مانع تعرفي. ها؟ أنا ولدت باليونان وبابا هاجر من سوريا من زمان ونقل أعماله لهنيك. وتوفق بالتجارة وصار من الأغنياء. وبعد ما توفى صرت أنا الوريثة الوحيدة. ونحن هلأ هون لأنه ماما مصرة أن يتجوز واحد غني من الأسر العريقة. قال حتى يزيد مالي وحسبي ونسبي على رأيه، لأنه نحن من أسرة شعبية بس هي ما بتعرف. يعني أنت موافقة؟ طبعا لا، لأنه بدي ياني أبعد عن طريق ابن عمي بشار اللي بده يخطبني والمعتقدة أنه راكد ورا مالي. بتحبيه؟ ما بعرف، أحيانا بحس إني بحاجة إله وأحيانا لا، بس بشار كزوج أفضل من غيره. بتريدي نصيحتي؟ الحب هو أساس الزواج، والحياة بدون حب ما لها طعمة أبدا، ولابد تحسمي التردد اللي جواكي. شاهيناز؟ شاهيناز؟ ها هي ماما عم تستناني، حطيهم وانزلي على الغداء. حاضر. حتى لقيت الفستان اللي بيعجبك. عندي خبرية حلوة لك. شو هي ماما؟ تعي معي.